وكلنا عايزين نعيش. اللي مات من المواد المسرطنة كان عايز يعيش، واللي اتقتلت عشان كتبت كلمة حق كانت عايزة تعيش. بس بقى يا أخي، بس بقى، أنت لسه ما زهقتش من الشعارات الكذابة دي؟ لسه مش شايف الحقيقة؟ 35 سنة شغل وحب في الوطن، وآخرتها تلاميذنا بقوا ماسكين مناصب مهمة قوي في البلد، وإحنا الجيل اللي اتفرم عشان بيقول كلمة حق. إحنا الجيل اللي شعره شاب ولسه محله سر. أنت إيه اللي كسرك كده؟ الفلوس؟ الفلوس عمرها ما بتعمل بني آدم. عارف اللي مهون عليا كل ده؟ إن فوقت نفسي لما حسيت إنك هتتأذي. ساعتها بس قررت إن أنا ما أكملش في الطريق ده، وأقف. وقتها لقيت دراز بتاع زمان، بس انت طول عمرك اجدع مني. اه والله حقك عليا يا هلال، ما تزعلش. في ايه يا حضرتك؟ ده بوس بس. صدر امر بوضع الجريده تحت الحراسه. مين فيكم رئيس تحرير؟ انا رئيس تحرير. حضرتك مطلوب للتحقيق، اتفضل معنا. حاضر. ما تخافش، مش هسيبك. من فضلك انتوا واخدينه على فين؟ اسمع عبدين، هو ايه اللي حصل يا استاذ هلال؟ روبي دراز قبضوا عليه. اهدى بس يا استاذ هلال، انا هتصرف. هو المستشار القانوني بتاع الجنرال فين؟ لا، الاستاذ عبد الوارث زمانه بيحتضر دلوقتي، ده واخد اجازه شهر مرضي بقاله 3 شهور، ما اعتقدش ان هو هيسعفنا في حاجه، ده بيلبس روب المحاماه بيهنج. بيهنج؟ لما بيلبس الروب بيهنج؟ استاذ هلال، تحب اكلم بابا؟ لا لا لا، انا هتصرف هنا. ايوه عماد، دراز اتقبض عليه. دراز رئيس التحرير يا اخي. كلم غادة خليها تلحقه على اسم عبدين. ما انت عارف اللي حصل بيني وبينها، ما اعرفش اكلمها انا دلوقتي. خلاص يا بابا، انا هتصرف. مع السلامه. نعم. استاذ هلال هتعمل ايه؟ كل واحد يشوف شغله. انا هروح مشوار اشوف ايه اللي حصل. احنا مش هنقفل الجريده، الشغل ده بطل من زمان، خصوصا جريدة نبض الشعب لها قراءها وحققت رواج الفترة الأخيرة. مظبوط يا فندم، خصوصا بعد مقالات هلال كامل. فعلا المبيعات زادت جدا. بس هو حضرتك بتفكر في ايه؟ في رجال أعمال كتير بيحبوا يبقى ليهم منبر إعلامي وصحافي يتكلموا من خلاله. احنا هنعرض الجريدة على واحد منهم يستمر في تمويلها. أحسن من أقفلها فعلا، أحسن بكتير، خصوصا بتوع الحقوق بقى والحريات والكلام ده ما هيصدقوا، وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة. ولو تكون من غير انتخابات كمان يا رؤوف. طيب دلوقتي لازم نفكر في رئيس تحرير جديد بدل اللي كانوا حاطينه. هنا الكامل، بدأت تقرأ دماغي كويس. ادخل. احنا ما اتفقناش على كده يا فؤاد بيه. دراز ملوش دعوه باللي حصل، ما ينفعش يروح في رجلين. طمن، دراز بيتحقق معاه، هتتاخد اقواله كاجراء طبيعي. بعد كده هيرجع الجريده ويكمل شغله عادي جدا. هو بس في تغيير واحد. تغيير ايه؟ ادخل. في محاميه بره جايه للاستاذ يا فندم. خليها تتفضل. اتفضلي يا استاذ. غادة كامل حاضرة مع الأستاذ دراز. الموضوع مش مستاهل يا أستاذ غادة، احنا خدنا أقوال الموضوع خلص خلاص، يقدر يروح حل. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر. لما هو الموضوع بسيط والحكاية مش مستاهلة يعني،
كان ليه الاستاذ هلال بيخلي عماد يكلمني عشان اسيب شغلي ولا ورايا واجب؟ مش ممكن. ايه هو ده؟ كيف عنده غاوي سبب لي قلق في حياتي؟ غالي عارفه يا غدا، انت بتفكريني بنفس زمان لما كان ابويا لسه عايش. ابويا مات وانا في اولى جامعه الله يرحمه، ما كنتش بطيء تصرفاته ولا افعاله ولا اراءه، وكنا على طول مختلفين. ده انا حتى مش فاكر حاجه واحده اتفقنا عليها، وطول الوقت كان فيه بينا مشاكل. لكن بعد ما مات حسيت ان ظهري انكسر لدرجه ان انا كنت بمشي في الشوارع اتلفت ورايا خايف لحد يجي من ظهري ويأذيني. كنت طول الوقت حاسس ان ظهري مكشوف، ما هو اللي حميني مات. وبعد شويه من موته كده افتكرت كل الحاجه اللي احنا كنا مختلفين فيها، فكرت فيها كويس، اكتشفت ان هو كان عنده حق وانه كان صح وان كل اللي قاله وعمله كان لمصلحتي. اقول لك على حاجه غاده، بس ما تضحكيش عليا، اوقات كتير بحس ان هلال زي ابويا. والله بيحبني وطول الوقت بيخاف عليا وعلى كل اللي حواليه. الحقي حضن يا بنتي، الحقي حضن ابوك يا غاده قبل ما يجي اليوم اللي تحس فيه ان ظهرك انكسر. انا عندي ميعاد ولازم امشي عشان الحقه. عن اذنك. وبعدين يا عترة هنفضل نلف في الشوارع كده كتير؟ اصبر يا حوده، واهدى دلوقتي ترزق. شكلها هترزق يا حوده. اجهز يا حوده. خلي ننزل اللي في بطنها وتقولي للزفت أسامة يخف على البنات شوية. اتفضلوا. يلا، ما انا ما وريش غيركم يا اختي. يلا. ايه رأيك بقى في الأمورة دي؟ أمورة ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نضيفة وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ تخافيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامة، يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزه اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. برضه دولارات بقى مفيش مره ادوهم لي مصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزه اروح لماما. ماما مستنيانا تحت. تحت فين حبيبتي؟ ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي Thank you.
تخافيش تعالي. بره وزمانها جايه سناني.